The A string on a violin has a fundamental frequency of 440 Hz. The length of the vibrating portion is 32 cm and it has mass of 0.35 gram. Under what tension, يبقى عايز ال FT, must the string be placed؟ طب نكتب معادلتنا. الليم ده ضرب او على تي اللي هي الفريكوينسي اللي هي السرعة يعني بتساوي ده السرعة الجذر التربيعي ال FT على الميو. الميو اللي هي بتساوي ام على جي ام على ال اسف ام على ال. طيب وال FT طالبها الفريكوينسي عندنا 440. الليم ده هو ده فاندمنتال يعني نص ده نص الطول يعني ده لمدة على 2 يبقى معنى كده 2 في 0.32 فاندمنتال يعني ممسوك من هنا كده يبقى لسه يكمل عشان يبقى لمدة يبقى اللمدة ده نص الطول نص طول اللمدة يعني الحتة دي اللي هي 0.32 متر نص اللمدة اضربها فين تبقى اللمدة ايه اللي مجهول عندنا هنشوف دول الماس 0.35 10 أس سالب 3 عشان تبقى كيلو جرام والال طولها 0.32 متر. احنا عايزين اف تي هقول 2 في 0.32 في 440 صار الجزء اتعرف اضربه اربعه بعدين اضربه في الشويه دول في 0.35 سالب 3 تقسيم 0.32 يطلع ال FT. اذا ال FT 87 نيوتن.